السلام عليكم. أصدر مجلس النواب المنحل يوم أمس الاثنين قرارا يقضي بإلغاء قانون العزل السياسي، وقد جرى التصويت على إلغاء القانون بأغلبية كبيرة في جلسة الأمس بحسب النائب أبو بكر بعيرة. وكان المؤتمر الوطني قد أقر قانون العزل الذي يمنع كل من شغلوا مناصب رفيعة في حكم القذافي من تولي مثل هذه المناصب بعد ثورة 17 من فبراير. قبل أن نناقش أبعاد هذا الخبر، نتعرف على نقاط هذا القانون في سياق التقرير. لمناقشة هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، ومن طرابلس المحلل السياسي أو الناشط السياسي السيد صلاح البكوش. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد معتوق، كيف تعلق على قرار مجلس النواب المنحل والذي قضى بإلغاء قانون العزل السياسي يوم الأمس؟ أولا هو يجب أن يكون قانون، لأن القانون لا يلغى إلا بقانون وليس قرار من الناحية التشريعية. وأنا سمعت أن النصاب 100+1، وحسب ما دار من نقاشات بأن النصاب كان يفترض 130 نائبا. على كل حال، هو القانون الآن اتخذ تقريبا بأغلبية 101 صوت. لكن المهم في الموضوع الآن أن قانون العزل السياسي هو كان فرض على من تولوا مناصب سيادية في عهد النظام السابق. إنما الذي أريد أن أقوله في هذه المشاركة بأن العزل كان سبق هذا القانون، لأن في حالة هيجان المزاج العام الليبي بعد سقوط نظام معمر القذافي حصلت كثير من التارات ومن الحجازات ومما يعرف قانونا باستيفاء الحق بالذات ومن الانتقامات. فكان هناك قطاع كبير من الليبيين تضرروا بفعل هذا الهيجان، وهذا طبعا سبب كسر للخواطر. هذه الخواطر تحتاج إلى جبر، وبالتالي كان حريا بهذا البرلمان أن يصدر قانونا للعفو قبل أن يصدر قانونا أو تعديل أو إلغاء أو تجميد أو ما لا أعرف ما اسمه بالضبط، وأنا أتصور أنه إلغاء قبل أن يصدر هذا القانون الذي يلغي القانون السابق. نعم. بأن يكون هناك عفو شامل يقرب من الليبيين الذين حقيقة، وأنا واحد منهم، أنا لست كنت متصدر المشهد السياسي ربما يزعم كثير، أنا كاتب صحفي تعبت على حالي، وهذا كاريري وهذا دوماني مثل ما يقولوا، يعني 25 سنة صحفي. نعم. أنا يعني حقيقة لا غير مطلوب مني أن أكتب في صحف البرافدا ولا في صحيفة نيوزويك ولا هذه المنظومة العالمية اللي كان. على كل حال، ولكن هذا القانون ايضا يحتاج الى نقله في خطوه اخرى الى القضاء، وهنا نعود الى المربع الاول. يا ليتنا ابقينا على المؤسسه القضائيه مستقله وقويه حتى فصلت في كثير من القضايا التي تتعلق بالشان الليبي بموازاه اولياء الدم. طيب، وضحت الفكره. انتقل الان، اشكرك سيد معتوق، وضحت الفكره. انتقل الان الى سيد البكوش، كيف تقيم هذا القرار من ناحيه التوقيت الذي اصدر فيه؟ طبعا هذا القرار قانونيا هو غير نافذ، لان البرلمان برمته اسقط من قبل الدائره الدستوريه بالمحكمه العليا، واصبحت قراراته ليست ذات معنى. ولكن سياسيا اعتقد انه محاوله من بعض الاطراف داخل هذه المنظومه لتأجيج الصراع، وكما كان من قبل قرارات بتسمية فجر ليبيا وكل ما ينضوي تحتها كمنظمات إرهابية وما إلى ذلك. هذا مجرد وضع العصا في العجلة، عجلة المفاوضات التي قد تتقدم إلى الأمام، وهناك بشائب أن تتقدم إلى الأمام في الأسابيع المقبلة. وأعتقد أن هذا القرار ليس ذي معنى يعني عمليا. القرار كان هناك
دفع بأن العزل السياسي وخاصة من قبل السيد محمود جبريل والبعض الآخر بأن هذا القرار هو قرار مماثل لقانون اشتتات البعث في العراق، وأنه كما قال السيد جبريل سيطال 500 ألف ليبي وما إلى ذلك، وأن هذا القرار ينضوي عليه فقدان الكثير من الكفاءات الليبية التي لا نعرف أين كانت هذه الكفاءات. وأثبت القانون بعد أكثر من عام من تطبيقه أنه لم يطبق إلا على حوالي 150 شخص، وأن طرد الكفاءات الليبية لم يتم، وأنه ليس بقانون لاشتتات البعث، وإنما قانونا يقول بأن الذين تربعوا على عرش السلطة وأودوا بنا إلى هذا التردي في جميع المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وما إلى ذلك. طيب، ولكن قرار مجلس النواب المنحل يعني بأن يصدر هذا الإلغاء لقانون العزل السياسي في هذا التوقيت الزمني، ومن المعلوم أن هنالك حوار مرتقب في الفترة القادمة، كيف تقيم هذا التوقيت لإصدار القرار؟ هذه محاولة لا أعتقد أن الآخرين سيلتفتون إليها، محاولة ساذجة ومفضوحة لاستفزاز الطرف الآخر، لاستفزاز طرف 17 فبراير، ومحاولة لتأزيم المشهد وربما دفع الطرف الآخر إلى الانسحاب من هذه المفاوضات، ولكن تلك الحيلة لا أعتقد أنها ستنطلي على طرف 17 فبراير. طيب سيد معتوق، يعني أنت تطرقت إلى النصاب يعني فيما يتعلق بإصدار هذا القرار، قرار من هذه الصبغة يتطلب تصويت عدد لا يقل عن 101، وهذا النصاب بحسب مصادر من مجلس النواب المنحل لم يتم تحقيقه، كيف تعلق على ذلك سيد معتوق؟ لا، المعلومات التي وصلتني هي 100+1، وكان يفترض أن يكون هناك 130 عضوا برلمانيا يصوتوا أغلبية على هذا القانون، ولكن الذين حضروا وصوتوا هم 100+1، بمعنى 101 عضو، فبالتالي النصاب من الناحيه القانونيه جائز والقانون مرر. الان نحن امام امر واقع، لان هناك قانون مرر من قبل مجلس النواب يتعلق بحل او بالغاء قانون العزل السياسي. ولكن مصادر نيابيه من مجلس النواب المنحل نفسه يعني افادت بان عقب التفجير الذي تعرض له مقر مجلس النواب يعني في طبرق هنالك عزوف في الحضور من قبل النواب انفسهم. هذه المصادر النيابية أكدت هذه المعلومة سابقا. دعينا ندخل في العمق في التفاصيل، لا يهمنا هذه الشعارات، هو قانون يعني سواء كان اتخذ بنصاب أو لم يكتمل فيه النصاب حسب ما يقول السيد صلاح البكوش، طالما أنت البرلمان وفقا لما ورد عن أن هناك قرار أو صدر عن الدائرة الدستورية بحله، فبالتالي من ياتي او ما ياتي من جسم باطنا فهو باطل بكل تاكيد، هذا من الناحيه الشكليه اقصد، ولكن من الناحيه الواقعيه يبدو ان هناك تسريبات تتصل بمخرجات هذه المفاوضات التي تتم في جنيف او التي تمت في جنيف، لان احد المطالب التي طلب بها برلمان طبرقا ان يطرح هذه الورقه لتقريب وجهات النظر. المهم في الموضوع الان ان العزل السياسي قصد به الذين تصدروا المشهد السياسي، انما لكنه شمل كل الناس، كان يفترض ان يكون عزلا اخلاقيا، لان وفقا للماده 228 لقانون الجنايات الليبي، قانون العزل السياسي سيدتي اذا رجعت الى هذا القانون تكتشفي بانه اثرا لحكم وليس حكم. اي ليس بمقدورك ان تعزلي اي شخص من مهمته الا بحكم قضائي. وبالتالي هو قرار سياسي، هو في الاساس قانون سياسي ليس قانون قضائي. لا يعتد به من الاساس، لان المجرم لا يمكن ان تثبت عليه الاداره الا باسانيد يعني، فهذا الكلام كله كلام فارغ، والا سوف نعود الى ما بعد 2011 نكتشف ان هناك مثالب وهناك فضائع حصلت، اذا عادت القانون سوف تفوق يعني عقوباتها بكثير قانون العزل السياسي هذا، ولكن في كل الاحوال هي محاوله لتقريب وجهات النظر. نحن الان محتاجين مثل ما قالت لي حضرتك وضيفك، نحن محتاجين لجبر خواطر، نحن لا نريد ان نعطي فرصه لاي دوله عربيه ولا اقليميه ولا حتى مجتمع دولي ان يتدخل في الشان الليبي، لان هذه جزئيه من مجموعه يعني عفوا يعني سيد معتوق حتى نوضح الفكره، يعني انت تقول بان هذا القرار جاء في إذا لرغبة عرضت في مباحثات جنيف؟
بكل تأكيد هذه إملاءات برناردينو ليون الذي لا يقر بهذا فهو واهم. برناردينو ليون هو يريد تسوية كاملة، يعني أن يجتمع ليبيا العصابة الخلفية، هكذا قال، ووسع دائرة المشاركة إلى درجة أنه أشرك المجالس البلدية، وأنا الذي أفهمه وأعرفه بأن المجالس البلدية مهمتها خدمية، لا تناقش قضايا استراتيجية أو قضايا سياسية تتعلق باختراقات سياسية. طيب أنتقل الآن إذا إلى السيد البكوش. سيد باكوج، هل تعتقد بأن هذا القرار هو قابل للتنفيذ؟ هو غير قابل للتنفيذ الآن. خلينا نعترف، السيد معتوق ذكر شيء أعتقد أنه على جانب كبير من الصواب، وهو أن هناك الكثير في المجتمع الدولي يعتقدون خطأ بأن قانون العزل السياسي هو أحد أسباب الصراع الموجود في ليبيا الآن، ولكن هذه الفكرة مغلوطة تماما. في لقاء مع السيد ناصر القدوة مندوب الجامعة العربية لحل الأزمة في ليبيا، والذي لم نره في ليبيا منذ أكثر من 8 أشهر، قال لنا أن قانون العزل السياسي يصل حتى إلى مدراء المدارس، وعندما سألناه هل قرأت قانون العزل السياسي قال لا، ولكنه هذا ما سمعه. قانون العزل السياسي بما أنه الآن مر على تطبيقه أكثر من سنة، ولاحظنا أنه لم يتم عزل سوى 150 شخصية، ونرى من التقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في 2013 أن الفساد متعمق في ليبيا، هذا يعطينا انطباع كناس إذا أردنا أن نتبع طريقة عقلانية، يعطينا انطباع بأن تحصين الدولة من الفساد، وهو الهدف الرئيسي لقانون العزل السياسي، لم يكن إيجابيا ولم يكن فعالا، وأننا ربما بحاجة إلى إعادة النظر في قانون العزل السياسي لكي نمكن الدولة فعلا من حمايتها من الفساد وما إلى ذلك. ولكن أن يأتي برلمان منحل بقرار من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ويعلن أن القانون لم يعد نافذا بنصاب القانون العزل السياسي حصن في الإعلان الدستوري بأنه مطالب الجسم التشريعي بإيجاد 130 صوت لإلغاء القانون، وليس 101، ليست أغلبية بسيطة، هذا كان في الإعلان في تعديل دستوري. ولذلك أعتقد أن هذا القرار من جانب برلماني طبرق لا مجال لتطبيقه، وأنه مجرد محاولة لعرقلة المفاوضات القادمة. طيب أعود الآن إلى سيد معتوق. سيد معتوق، هل تعتقد أن هذا القرار هو خطوة للوراء، خاصة وأنه يعني سيسمح لرجالات النظام السابق المشاركة في العملية السياسية القادمة؟ أختي العزيزة والكلام لبيتك الكريم، هذا القانون هو قانون سياسي، هو قانون جاء نتاج صراع سياسي بين كتل. أنا الذي حقيقة وفق فهم المتواضع للمشهد الليبي، كان هناك صراعا بين المتحولون، أنا أسميهم بالمتحولون الذين كانوا سدنا للنظام السابق، ولا أريد أن أعدد أسماءهم الآن، والذين كانوا معارضون. المتحولون الذين أثروا على حساب نظام السابق وفي مقدمتهم عبد الرحمن شقو، هؤلاء عندما أثروا أرادوا أن يوظفوا هذه الأموال في ممارسة العمل السياسي، مثال تمام موقع متقدم في ليبيا بعد التغيير. المعارضون حرموا من هذه المشاركة السياسية على مدى 4 قرون، وجاءوا بمشاريع حقيقة فيها كثير من الفانتازيا لا تنسجم ومع متطلبات الليبيين. الضحية في هذه الحالة لا المعارضون ولا المتحولون، كلهم الآن يعيشون في فنادق دبي وفنادق القاهرة وروما وغيرها. طيب ماذا بعد هذا القرار؟ هل تعتقد بأن هذه الفئة التي تقول ورجالات النظام السابق سيشاركون اليوم في العملية السياسية عقب إلغاء قانون العزل السياسي من قبل مجلس النواب المنحل؟ النظام السابق مثل أي نظام في العالم، إذا سلمنا أنه ديكتاتور وفق المفهوم السياسي، لديه بطانة، لديه عصبة، هذه العصبة حتى وإن أردت أن تحصريها من خلال النفوسيات لا تتجاوز 1000-1500 شخص، من أمراء كتائب، من ضباط أمن كبار، من مدراء شركات، من مدراء بنوك، ولكن ما الطائل من وراء أن تلاحق ناس عاديين كانوا
حياتهم في هذه المؤسسات. هذا الذي أريد أن أصله للأخ صلاح ولكل المستمعين المشاهدين. هؤلاء الناس هم ضحايا هذا القانون. أنا سوف أدرب لك بحادثة تاريخية سيدتي. عندما جاء بنين وأسقط القياصرة في ما يعرف بالاتحاد السوفيتي، أول شيء عمله أن لا تقتربوا من هؤلاء، أصدهم سياسيين، ولكن الذين اشتغلوا الصف الثاني والثالث والرابع ليس لهم دم. هؤلاء هذه حياتهم. الذين ولدوا في الستينات من غير المعقول أن ينتظروا حتى 2011 كي لا يؤذروا سياسيا. هذا كلام لوجيك بس غير منطقي، خارج ما دائرة العقل. يعني أنت تعتقد بأنه من حقهم الآن أن يشاركوا في العملية السياسية القادمة؟ من هم؟ الفئة التي تقول بأنها لم تكن ربما في الصف الأول كما وصفت. أنا ذكرت لك بحادثة، قلت لك لينين عزل هؤلاء، ولكن عملهم كمواطنين، هم يعامل الحياة المدنية، هذه الثوابت الوطنية، هذه مبادئ أي تغيير ضد الظلم وضد الطغيان والاستبداد والفساد، أن لا تقهر إنسان، أن لا تطلب إنسان. أنا تحدثت في بداية مدخلتي عن استيفاء الحق بالذات، اللي بدون للأسف هاشوا وماشوا واستوفوا حقهم بدواسل، هناك ناس هتكت أعراضها وصبت بناتها وسرقت أموالها وصدرت بيوتها بسبب خلافات شخصية ووشايات. كيف نجبر هذه الخواطر؟ علينا أن ندخل للعمق النفسي والاجتماعي الليبي. هناك ديزاستر، هناك كارثة حقيقية. هؤلاء يمشوا في 60 داهية لأنهم أوريدي هم. طيب وضحت الفكرة سيد معتوق، وضحت الفكرة. برأيك سيد البكوش، هل سيكون لقرار مجلس النواب انعكاس اليوم على شرعية العمليات العسكرية على الأرض، أو من شأنها أن يسهم في شرعنتها؟ لا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير على العمليات العسكرية، ولكن يجب أن نقول يا سيد معتوق أن أي قرار يصدر عن أي جسم تشريعي هو قرار سياسي بامتياز. جميع القرارات هي عبارة عن خلطة وتوازنات داخل الجسم التشريعي، توازنات سياسية، وعن طريقها تخرج قرارات، إما بزيادة الضرائب أو تخفيض الضرائب، بتمرير قانون ضمان صحي أو غير تمريره، تمرير قانون عزل سياسي. ومن المعروف، وهذه يعني عندما تقرأ الأدبيات قوانين العزل السياسي في العالم تجد أنها تقول بأن طبيعة قانون العزل السياسي الذي يصدر عن أي جسم تشريعي هو عبارة عن انعكاس للتوازنات السياسية، وهذا ما حدث في دول البلقان ودول أوروبا الشرقية، وهو ما حدث في ألمانيا الغربية عندما ضمن قانونا لعزل أعضاء الحزب الشيوعي من تقلد المناصب العامة في اتفاقية الوحدة بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وهو ما يقول به ما يدفع به الدستور الأمريكي في تعديله 24، والذي ينص أنه يحظر على من حارب في صف الجنوب خلال الحرب الأهلية تبوأ منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو عضو. طيب ولكن يعني سيد بكوش، لنعود إلى الواقع الليبي، يعني هنالك عمليات عسكرية الآن تقوم على الأرض سواء كان في شرق البلاد أم غيرها. هذا القانون، هل أو هذا القرار بإلغاء قانون العزل السياسي، هل سيشرعن هذه العمليات؟ هل سيضفي لها شيء من الشرعية وقياداتها العسكرية تحديدا؟ لا يا سيدتي، لم يكن هناك أي تأثير لقرارات هذا البرلمان بخصوص تسمية تشكيلات مسلحة كتشكيلات إرهابية أو ما إلى ذلك. هذه القرارات التي يصدرها هذا البرلمان لم تعد ذات معنى. البرلمان برمته لم يعد له أي معنى، أنه قابع في طبرق وحكومته في البيضاء ولا يستطيعون أن يقوموا بشيء. طيب ماذا تتوقع إذن أن تكون ردة فعل المجتمع الدولي حيال هذا القرار؟ ليس هناك. المجتمع الدولي أصبح الآن، وكان هناك اجتماع وكنت أحد الحاضرين فيه في مدينة مونترو في سويسرا مع الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين، ويعرفون الآن بالضبط بأن هذه المفاوضات هي بين طرفين، وأن ما يقوم به برلمان طبرق من قرارات واستفزازات سوف لن يكون لها أي وزن في المفاوضات المقبلة.
وهذه مجرد يعني فشغل كيف ما يقولوا. ولكن يعني بعثة الأمم المتحدة يعني كانت قد أكدت في وقت سابق بأنها تحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب، يعني ألا تعتقد بأن هذا الموقف قد يفسر بأنها قد تبدي يعني ردة فعل معينة فيما يتعلق بإلغاء قانون العزل السياسي؟ لا ما يا سيدتي، إذا راجعت إعلانات بعثة الأمم المتحدة كانت تقول أيضا بأنها غير راضية عن القرارات الاستفزازية، وأن يجب على برلمانيي طبرق أن يتحملوا مسؤولياتهم ويكونوا عند مستوى المسؤولية ويصدروا قرارات تجمع الليبيين ولا تفرقهم. والآن نحن لسنا بصدد أن البرلمان هو الذي يحتكر الشرعية، والدليل على ذلك هو أن المؤتمر الوطني أصبح الآن طرفا رئيسيا في المفاوضات القادمة، وبذلك يعلن المجتمع الدولي بأن لا قرارات البرلمان ولا ما يقوم به حفتر على الأرض هي الوحيدة التي ستقرر مسار هذه المفاوضات. طيب أعود الآن إلى سيد معتوق. سيد معتوق، مع اقتراب الحوار وإبداء الرغبة تقريبا من جميع الأطراف المشاركة فيه على الأراضي الليبية، وكذلك تأكيد بعثة الأمم المتحدة على أن يعني التزامها بمبادئ ثورة 17 من فبراير، هل تعتقد أن إلغاء قانون العزل السياسي من شأنها أن يعرقل هذه المساعي؟ بصراحة أي محاولة لتقريب وجهات نظر بين الليبيين أنا معها، ويجب أن يكون كل الليبيين على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم. سيدتي، مرة أخرى أريد أن أؤكد وللأخ صلاح بأن ليبيا تواجه أزمتين كبيرتين كشعب وكرقعة جغرافية وكتاريخ وكوجود، سيبك من هذه المسميات والتسميات واللقاءات والحوارات. لديك الآن أزمة في الدواء في ليبيا، وهذا معلن الصلاح لا يمكن أن ينكرها أحد. هناك نفاد لمخزون الدواء، هناك أزمة في السلعة الدقيق، هناك أزمة في النقد، في السيولة النقدية، وهناك كارثة مقبلة فيما يتعلق بموضوع المياه، لأن كثير من الآبار بدأت تنزح ولا سيما لها. هذه مسائل مصيرية تتجاوز موضوع الحوار والتفاوض والاحتراب والصراع والكرامة وفجر ليبيا وبرناردين ليون وبرناردين في وغيره. وهناك طيب من بشأنه برأيك أن يحل كل هذه الأزمات سيد معتوق؟ سيدتي، الإرهاب، نحن شعب نريد أن نعيش، خلصونا من هذا. من شأنه أن يحل كل هذه الأزمات سيد معتوق بحسب رأيك؟ الذي يحل هذه الأزمات هو الشعب الليبي، بأن يتقارب، بأن يتصالح، بأن يتعلم ثقافة الاختلاف مش ثقافة الحوار. على كل الأطراف أن تتسع صدورها لبعضها. يا أخي، أنا سوف أدلل لك مثلا عن سيرة سيدنا محمد عندما جاء إلى مكة. قال له جعفر: يا رسول الله، هذا يوم الملحمة، عليك أن تقتص من عداك. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له؟ قال له: يا جعفر، هذا يوم المرحمة. طيب سيد معتوق، وضحت الفكرة، يعني نود الالتزام فقط فيما يتعلق بهذا القرار، يعني قرار العزل السياسي وما انعكاساته بعد حول إلغاء هذا القرار. أعود الآن إلى سيد بكوش. إلغاء هذا القرار الذي انقسم بشأن الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض لمضامينه، هل تعتقد أنه سيؤثر على التشكيلة المرتقبة ربما لحكومة المصالحة الوطنية؟ أعتقد أن هذا القرار سوف لن يكون له أي تأثير على آلية الحوكمة التي ستتمخض عن هذه المفاوضات. نحن لا نعرف بعد ما هي آلية الحوكمة التي ستتمخض عن هذه المفاوضات، هل هي حكومة، هل هي مجلس رئاسي أو ما إلى ذلك. ولكن أؤكد لك بأن ما يخرج عن هذه المفاوضات من حكومة أو مجلس رئاسي سوف لن يتضمن أي شخصية يضمها العزل السياسي. طيب، هذا هو ماذا عن ردة فعل الشارع الليبي برأيك ومؤسسات المجتمع المدني من هذا القرار؟ المجتمع الليبي عموما
المجتمع الليبي عموما لا يريد أن يرى الشخصيات التي قدمت له نظام تعليمي فاشل ونظام صحي فاشل ومواصلات فاشلة وكل شيء وكل هذا، لا يريدهم أن يتربعوا على عرش وزارات من جديد. يعني هذا شيء طبيعي. يعني ما اللي يبي وزير التعليم السابق في عهد القذافي يقعد وزير التعليم توا، والله وزير الصحة في عهد القذافي يقعد وزير صحة توا. يعني وين وصلنا بهم الجماعة هذو اللي مسكوا 40 سنة؟ ما اللي بهم؟ يعني خلينا نكون واقعيين. يعني حتى لو كانت مؤسسة خاصة. طيب في إيجاز سيد البكوش، يعني الأمم المتحدة عقب إصدار قانون العزل السياسي واعتماده من قبل المؤتمر الوطني قالت بأنه قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية. برأيك هل هذا هو ما دفع مجلس النواب المنحل اليوم لإلغاء هذا القانون؟ يا سيدتي، الأمم المتحدة لم تعلق بهذه الدقة على قانون العزل السياسي، قالت إنه ربما، وقالت منظمة الهيومن رايتس واتش بأنها تتفهم حاجة الدول التي تحاول أن تؤسس مجتمع ديمقراطي لإخضاع بعض الشخصيات من النظم السابقة إلى قانون كمثل هذا القانون، ولكنها طيب. ركزت على أن تكون المدة محددة وأن تكون هناك آلية لهؤلاء الأشخاص لكي يذهبوا إلى القضاء، وهذا ما وفره قانون العزل السياسي. حدد المدة بعشر سنوات وأعطى الحق لكل من يضمهم هذا القانون بأن يلجأوا إلى القضاء، ولجأ البعض منهم إلى القضاء ولم يخضعوا لقانون العدل السياسي. طيب أعود الآن إلى السيد معتوق، برأيك يعني ألن يسمح هذا القرار بعودة المحسوبين على النظام السابق ومن لوثت أيديهم بالدم للعودة من جديد إلى ليبيا؟ سيد معتوق، أنا أتفق تماما مع الأخ صلاح. المسألة تتجاوز حتى إصدار قرارات أو قوانين تعزل هؤلاء يا سيدتي. هذا كلام أنا أقوله على مسؤوليتي، ليس لديهم أي حاضنة شعبية، مش بس هم يتبوأوا، هم ليس لديهم حاضنة حتى يعودوا لكي يصيغوا علاقاتهم الاجتماعية بالناس. هذا مبحث جاوزناه، مش مختلفين فيه. ولكن بالمقابل يا سيدتي، والكلام من الأستاذ صلاح، الذين جاءوا في فبراير هناك نماذج حقيقة لاحقتها شبهة الفساد وارتبطت بدوائر خارجية، أنا سوف أكشفها لك إذا أردت. ولكن يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، يعني أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، ومن طرابلس كان معنا الناشط السياسي صلاح البكوش. هذه نهاية هذه الحلقة من برنامج خبر وبعد، تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، دمتم في أمان الله.